كيف يتم إعداد طور الدرك الملكي من مرحلة الانخراط إلى التكوين العالي للضباط السامي؟ مقاطع تعكس ضوابط القبول لدى هذه المؤسسة العسكرية. نخبة رجال القوات المسلحة في ميزان التكوين القانوني والعسكري لتخريج رجال قادرين على التدخل الفعال والقانوني في كل النوازل. مصلحة التكوين والتأنيس للدرك الملكي فضاء رحب لتخصصات مختلفة وترويض لكلاب يقدمون الدعم للقيادات الجهوية ويوفرون المساعدة الكاملة للمحققين.